حسام مع بقاء 13 ثانية لنهاية الربع الثاني من هذا اللقاء. 42-34 فارق 8 نقاط. في خطأ عم بيتم احتسابه بهي اللحظات. نقاش بين حكام اللقاء ولا الخطأ الذي تم احتسابه على اللاعب بالحزن الشيحي على اللاعب جاستن بالتزار. نطلب إعادة اللقطة من مخرجنا إبراهيم الرحاحلي. يبدو أن الخطأ سيتم احتسابه على اللاعب جاستن بالتزار لاعب منتخب الفلبين. وأيضا حيازة لمصلحة الرمية الحرة الأولى خارج السلة. الرمية الحرة الثانية بالحسن قصيرة وخارج السلة. عم بضيع الرميتين لاعب الحسن الشيحي.